الآن دولة الإمارات العربية المتحدة دولة مستقلة ذات سيادة. والآن مع فقرة هل تعلم؟ هل تعلم عندما كنا نراك قادماً من بعيد نتسابق إلى أماكننا نكتم لهاثنا وكأننا لسنا نحن من ملأ المكان صخباً وضجيجاً؟ هل تعلم كم كان يرهقنا الفضول عندما تبدأ بوضع علاماتنا في دفترك السري المليء بالمربعات الصغيرة؟ هل تعلم مدى الفرحة عندما تسمح لنا بالخروج قبل نهاية الدوام بدقائق وكأننا الصف الوحيد في المدرسة؟ هل تعلم أن قلوبنا كانت تتراقص خجلاً عندما نراك مصادفة خارج أسوارها؟ كنت تشعر بنا، أليس كذلك؟ وهل تعلم أننا أيضاً كنا نشعر بك؟ كنا نشعر بثقل أنفاسك وأنت تستنشق غبار الطباشير. كنا نشعر بإحباطك عندما يداهمك الوقت ويقرع الجرس قبل أن تنهي الدرس. هل تعلم أن الخجل هو الذي منعنا من وداعك نهاية العام وكم لمنا أنفسنا على ذلك؟ هل تعلم أن أقصى أمنياتنا كانت أن تضع نجمة ذهبية على أيدينا أو دفاترنا لنشعر وقتها وكأننا ملكنا الدنيا وما فيها؟ أهلا بكم في السطر الأخير. العلم كالنور يضيء المستقبل والحياة ورصيد الأمة أبناؤها المتعلمون، هذه كانت كلمات المعلم الأول شيخ زايد رحمه الله، وها هي الأمة على رسالته وخطاه بالعلم نهضت وبأبنائها ترى الحاضر والمستقبل. وهكذا هو المعلم يضيء الطريق فتسلك الأجيال دروبها. الخامس من أكتوبر من كل عام هو يوم المعلم العالمي، يوم تعتبره الدولة كأيامها الخالدة، لذا جاءت جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم لتمثل تتويجاً لما يمثله بعلمه القيم لنا ولدولته من نهضة وتقدم. المعلم هو فضل النجاح الذي لن يوفى مهما كانت مشاعر العرفان. دمت لنا نوراً على مر الأيام، كل عام وأنت بخير. وهذه المناسبة أريد أشكر المدرسين اللي لهم دور كبير في أنهم يغارون على عيالنا إلا أنهم يوصلونهم إلى المرحلة هذه. هكذا يا عيالي تبنى الأمم. هذه هي القدوة الحسنة. طبعا هذه نوعية جميلة اللي عندهم غيرة، اللي عندهم حرص، اللي عندهم وطنية على بلادهم، أنهم دائما يحبون يرفعون علم دولة بلادهم بشكل مشرف. اليوم كان للمعلمين تكريمين، أولهم استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفداً من المعلمين بمناسبة يومهم العالمي.
والتكريم الآخر هو تتويج المعلمين الفائزين بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، وسلمهم الجوائز سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. اسمحوا لنا أيضا في السطر الأخير بأن نكرم فخر معلمينا العرب، فنرحب معنا في الاستوديو بالأستاذة سليمة السعدي المتوجة بالمركز الثاني لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، كما نرحب عبر المايكروسوفت تيمز من السعودية الدكتور سلطان العنزي المتوج بالمركز الأول لجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم. في البداية نبارك لكم جميعا أكيد هذا الفوز في هذا اليوم المميز، ونبدأ معك دكتور سلطان. لقب أفضل معلم، ماذا يعني لك هذا اللقب ويمكن هذا الفوز؟ بداية السلام عليكم، وأسعد الله أوقاتكم جميعا بالخير والمسرات. أنا جدا سعيد ومتشرف وكل فخر أن أظهر عبر هذه القناة الرائعة، قناتنا العزيزة. لا شك أن الفوز دائما هو مصدر شعور وبالسعادة، ويزداد هذا الشعور بالسعادة عندما يرتبط الفوز في مجال حيوي ألا وهو مجال التعليم وتحديدا المعلم. كذلك مرتبط هذا الفوز بجائزة جدا رائعة وغالية جدا على قلوبنا، جائزة رائدة حقيقة، هذه الجائزة التي خلقت حراك النوعية في ميدان التربية والتعليم. كل فخر أن أحصل على هذه الجائزة، وبالتأكيد كيف لا ونحن نحظى بجائزة سمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله وأطال الله بعمره. أمين. نعم، ننتقل إلى الأستاذة سليمة. بعد منافسات طويلة فزتي بجائزة محمد بن زايد لأفضل معلم، لو توصفي لنا شعورك وقت إعلان الفوز. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، مشكورين على الاستضافة. فعلاً هذا يعني قدر كبير، كانوا كلنا كمعلمين استضافتنا في المكان. شعوري طبعاً ما ينوصف أحلام، يعني فعلاً شعور يعني ما تتوقعين إني أنا يعني الأعصابي، لكن شعور جداً رائع. يمكن يماثل شعور رائد الفضاء سلطان النيادي لما أخذ يعني لقب إنه وصل مهمة الفضاء التاريخ في التاريخ العرب، أول مهمة، أطول مهمة في تاريخ العرب. يعني هذا الشعور جداً جميل، هو رائع. طبعاً هو التقاء بوطن، والوطن قدمنا الكثير، وهذا شيء من الكثير الذي يجب أن نرد له الجميل. فأنا أعتز بأني بنت بنات زايد حققت هذا الحلم اللي كان يراودني من زمن طويل. أكيد، وأنتم عانقتم الفضاء. اللهم لك الحمد والشكر. أكيد، هذا أكيد. ودائما الإنسان مجبول على حب الفوز أيضا. صحيح. لما يبعثه مثل ما ذكرتي يمكن أو المشاعر اللي وصفتيها دائما، وإحنا دائما نقول يمكن هذه مشاعر لا توصف، أو توصف دائما أبداً. نعم، نرجع لك دكتور سلطان. المعلمين دائما المتأهلين للمرحلة النهائية قدموا 25 مبادرة ريادية تتعلق بتطوير التعليم في مجالات مختلفة، يمكن كانت الطاقة النظيفة، الاستدامة، الميتافيرس وغيرها. لو تتكلم أو تكلمنا عن مبادرتك اللي شاركت فيها. طيب، بالتأكيد أنا عندما أقول أني كل فخر أنا وزملائي أن نصل لهذه المرحلة من جائزة الشيخ محمد بن زايد أفضل معلم، بالتأكيد نوعية الجائزة، هذه الجائزة القوية التي حقيقة ساعدتني وساهمت أن أقدم مبادرة تاريخية في تعليم جمهورية النيجر. عندما ننظر إلى التعليم جمهورية النيجر وننظر إلى اليونسكو، وعندما يتحدثون ويحثون الآخرين على اهتمام بهذه الدول، نحن نقول دائما أن التعليم الجيد النوعي هو حق للجميع، سواء كان هذا الطالب يعيش في دولة غنية أو يعيش في دولة فقيرة. حقيقة جائزة محمد بن زايد مشكورة مأجورة، ساعدت حقيقة أن نذهب إلى جمهورية النيجر، طبعا بالتعاون مع وزارتي التعليم السعودية والخارجية كذلك والتربية الوطنية في النيجر، وذهبنا إلى هناك وحقيقة أسسنا تلك المبادرة التي تعتبر أول مبادرة في تاريخ التعليم العربي الفرنسي، حيث نقلناهم من التعليم النظري إلى التعليم العملي والتطبيقي الذي يقوم على مهارات القرن 21. بإذن الله تعالى أن هذه ستكون حقيقة ضمن أعمال الشيخ محمد بن زايد الذي حقيقة تبنى هذه الجائزة، وهذه هي أثار
تلك الجائزة التي اعتنى بها ويعتني بها. فأنا فخور أن أقوم بتاريخيا أن أنفذ مثل هذه المبادرة التاريخية في تاريخ دولة، ولولا هذه الجائزة لما تمت هذه المبادرة. نعم، جهود ملهمة حقيقة دكتور. يمكن أعيد طرح السؤال عليك مرة ثانية أستاذة سليمة، لو تكلمينا أيضا عن مبادرتك وليش اخترتيها؟ مبادرتي هي مبادرة طالب التقني أو الرقمي. طبعا اخترتها لأن نحن حاليا في عصر التحول الرقمي في الأمن السبراني. حبيت أن تهدف إلى إثارة دافعية الطالب نحو التعلم الجيد، ولكن باستخدام التعلم الذاتي. معلم دوره كموجه، مرشد، ملاحظ، ينصح، لكن من الذي يعمل؟ هو الطالب، يستكشف، يبحث عن المعرفة، يكون ذا شخصية قيادية. وهذه سمات الطالب الإماراتي في المدرسة الإماراتية، أنه هو الطالب هذا يكون ذو شخصية قيادية، متمكن من معرفته، قادر على استكساب هذه المهارة. كانت عندي المهارات هي عبارة عن تحدي بالنسبة للطالب في السن المبكرة، أني أنا طالبتي طلبة الحلقة الثانية، فهذا الطالب يعني بعمر 12 سنة 13 سنة يعني يجد شغف كبير في استخدام التقنيات، فأنا استغليت هذا الشيء. نعم أستاذة سليمة، بنكمل حوارنا ولكن ضيوفنا الكرام ابقوا معنا. تعكس جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم فلسفة تربوية حديثة، تتحد في مضمونها وأهدافها وقيمها مع رؤية واضحة وعميقة لدور التعليم. نتابع مع بعض. نعم أرجع لك دكتور سلطان، يعني في مفهوم لمهنة المعلم هي دائما تكون مرتبطة بالعطاء دائما، وهذه الصفة دائما ما تلازم المعلم حتى بعد انتهاء فترة يعني خدمته في السلك التدريسي. هل هذه الصفة تنبع من الداخل أم هي اشتراطات مهنية برأيك؟ لا بالتأكيد، هي بالتأكيد التعليم هو شغف، ونحن نقول دائما بأن المعلم المتميز تحديدا هو من حقيقة يحدد مصير مجتمعه. عندما نحن نتحدث عن جائزة محمد بن زايد، هذه الجائزة يعني حقيقة ودون مجاملة صنعت شخصية المعلم الذي يعطي. هذه عندما نتمعن في معايير هذه الجائزة نجد أنها فيها عطاء داخل الفصل، داخل المدرسة، في المجتمع المحلي، في المجتمع الأشمل، في المجتمع العالمي. كل هذه السمات والصفات هي حقيقة تربي هذه الجائزة المعلم وتضعه وترسم له خطا نحو العطاء. نعم، ولذلك هذه رسالة، اسمحي لي استاذتي، رسالة من خلال هذا المنبر نقدمها لجميع الزملاء والزميلات في مختلف أنحاء العالم الذين يستطيعون المشاركة في هذه الجائزة. حقيقة هذه الجائزة جدا قيمة، جدا نوعية، تحقق التنمية المهنية بمفهومها الشامل لدى المعلم. نعم، نرجع لك أستاذة سليمة، دور المعلم دائما هو دور محوري، دور أساسي في تطوير المنظومة التعليمية. اليوم نشوف الذكاء الاصطناعي، نشوف التعليم عن بعد، يعني أصبح جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. كيف يمكن تطوير أساليب التدريس في ظل هذه التقنيات؟ طبعا احنا نستخدم التقنيات مختلفه، يعني استراتيجيات مختلفه، دائما نراعي الفروق الفرديه. انا كمعلمه اراعي فروق فرديه عند طبعا الطلبه في الصف الواحد، يعني ما يكونون نفس المستوى، مستويات مختلفه. فانا كمعلمه مبدعه يجب علي اني انا اراعي هذه الفروق الفرديه. استخدام الذكاء الاصطناعي جدا مفيد بالنسبه للتحول الرقمي في الوقت الحاضر، يعني كان له دور كبير في اكساب الطالب معرفه شغف.
فأنا استغليت شغف الطالب بهذه التقنيات في استخدام الروبوتات، استخدام الذكاء الاصطناعي، استخدام البرامج الإلكترونية المختلفة اللي هو يستطيع الطالب أن يبحث من خلالها إلى المعرفة ويكتسبها. نعم، أستاذة سليمة العنزي، عفوا سليمة السعدي، ودكتور سلطان العنزي، كل الشكر على تواجدكم معنا اليوم. الله يسلمك. أنا أشكركم، يعطيكم العافية على هذه فتحة فرصة، وهذا أكبر دعم لنا حقيقة. الله يعافيك، جميع المعلمين حول العالم. شكرا لك دكتور. شكرا جزيلا. تسلمي. في السطر الأخير بعد الفاصل، من عاصر المعلم الأول يحكي لنا قصص الوفاء للمعلمين، ابقوا معنا. هالمدينة فيها تعابير كثيرة ما تخلص، تعابير الماضي، الحاضر والمستقبل، تعابير تعكس الكثير عنك، تعكس مزاجك، روحك، تعكس فنك وإبداعك. إبداع يلحق إبداع. تعابير مختلفة، ملفتة، مبهجة. تعابير أبو ظبي الاثنين في هذا التوقيت على قناة أبو ظبي. أهلا بكم من جديد. ضيفنا الكريم إعلامي من الرعيل الأول، رافق مسيرة تطور التعليم منذ التأسيس، وكان شاهد على الكثير من قصص الوفاء للمعلم. يعني سنعود إليه، ولكن بعد أن نشاهد هذه المقاطع للطلبة في المدارس رصدتها كاميرا السطر الأخير، نتابع مع بعض. معلمي الفاضل، أنت من غرز التميز بين الطلاب، شكرا لك. يا معلمي الفاضل، أنت تأثير الإيجابي الأول، شكرا لك. إن للمعلم مكانة لا يمكن أن يستشعرها إلا من أخذ يتمعن ويتفكر في فضل المعلم علينا، شكرا معلمي. في يوم المعلم هذا أردنا بأن نهنئ المعلمين ونقدر كل جهودهم في المسيرة التعليمية، وشكرا. في يوم المعلم هذا أحب أن أشكر صاحب السمو رئيس الدولة، فهو معلم الأول. هذه المناسبة أريد أشكر المدرسين اللي لهم دور كبير في أنهم يغارون على عيالنا إلا أنهم يوصلونهم إلى المرحلة هذه. هكذا يا عيالي تبنى الأمم. هذه هي القدوة الحسنة. طبعا هذه نوعية جميلة، اللي عندهم غيرة، اللي عندهم حرص، اللي عندهم وطنية على بلادهم، أنهم دائما يحبون يرفعون علم دولة بلادهم بشكل مشرف. يشرفنا في هذه الأثناء أن ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد سعيد القدسي، مستشار إعلامي ومحاضر عاصر مراحل تطور التعليم في دولة الإمارات. نرحب بك معنا دكتور اليوم، وسعيدين في تشريفك لنا في السطر الأخير. دكتور،
إعلامي من الرعيل الأول، رافقت المسيرة التعليمية في دولة الإمارات وشاهدت أيضا الاهتمام اللي توليه القيادة الرشيدة للتعليم خلال قربك في ذاك الوقت من القيادة ومتابعتك بشكل مباشر. لو تذكر لنا قصة الشيخ زايد الله يرحمه والمرتبطة بتكريم المعلم تحديدا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، ومساكم الله بالخير في كل مكان في دولة الإمارات العربية المتحدة. الشيخ زايد طيب الله ثراه، يعني برأيي أنا من مرافقتي له ومعايشتي معه 34 عاما وجدت أنه بحر لا قرار له في المعرفة في كل شيء، منها طبعا اهتمامه بالتعليم. كان يعني أول شيء أنا أسميه رائد التعليم أو المعلم الأول، لأنه بالفعل وهو في عام شاب فتى بعده في العين، حاكم للعين في عام 1959، وأخوه الشيخ شغبوط رحمه الله حاكم الإمارة، كان مهتما جدا بالعلم والتعليم بين أبناء القبائل أبناء العين. يعني أسس المدرسة الهيانية عام 1959، لاحظ أن هناك إقبال ضعيف جدا على المدرسة من قبل التلاميذ أو الطلاب، خصص مكافأة ليس للطالب وإنما لولي الأمر تشجيعا له لتسجيل أبنائه في المدرسة. يعني مبادرة أو خطوة لا تخطر في بال أي إنسان حتى يزداد أعداد الطلاب في المدرسة. أيضا غير المكافأة خصص لهم حافلات باصات تنقلهم، لأنه أماكن بعيدة في العين وما في طرق معبدة أو أرصفة مرصوفة أو شيء يعني فيها صعوبة في الوصول، أيضا سهل لهم الوصول إلى هذه المدرسة. يقول الشيخ زايد طيب الله ثراه يعني عن العلم، إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي. يعني حدد استراتيجية مختصرة للعلم. يقول أيضا نعم دكتور، تلك الحكم أيضا امتدت إلى عهد الشيخ خليفة الله يرحمه، لو تذكر لنا إياها القصة. عندما تسلم الحكم في 1966 في إمارة أبوظبي، كان هناك في أبوظبي فقط مدرستان، هذا بشهر أغسطس شهر 8 يعني. بديسمبر كان هناك 4 مدارس في أبوظبي. في العام القادم العام التالي 67 كان هناك 8 مدارس. الشيء الثاني، يسأل رحمه الله مدير المعارف الدكتور الهاشمي كان، ما هي دروب التعليم الأخرى غير التعليم التقليدي العادي يعني المناهج والكتب؟ فيقول له الدكتور الهاشمي مدير المعارف، التعليم الفني اللي هو التعليم المهني، الصناعة، المختبرات، بكل شيء يعني. أشار فورا أسس المدرسة الإعدادية الفنية، إعدادية فنية يتعلم فيها الطلاب من أبناء الإمارات المهن السريعة بكل أنواع المهن. كان هناك في دولة الإمارات قبل الاتحاد طبعا، في ذلك الوقت يعني 25 مدرسة فقط بكل الإمارات فيها قرابة 4000 طالب. نعم دكتور، حوارنا مستمر أكيد ولكن بعد قليل نرجع لك. تفضل. في يومه العالمي المعلم يتربع على عرش العطاء، انتظرونا بعد الفاصل. جاهزين يلا تصوير؟
دوري أدنوك للمحترفين على أبوظبي الرياضية. اهلا بكم من جديد، واعود الى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد سعيد القدسي. دكتور، اليوم سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان كرم المعلمين بمناسبه جائزه محمد بن زايد لافضل معلم. كيف ترى جهود واهتمام سموه بالمعلم يعني عربيا وعالميا ايضا؟ يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، يعني منذ نعومة أظفاره مرتبط بالتعليم بشكل غير يعني غير لا يوصف. وعندما كان في المدرسة في الإعدادية في الثانوية في العين في أبو ظبي، ثم تيسر إلى كلية سانت هيرست الملكية العسكرية البريطانية، كان يتسم بالتفوق وبقربه من المعلمين وحبه لهم وتقديره لهم تماما. بتسلمه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة سار على نفس خطى ونهج الوالد الشيخ زايد رحمه الله في تشجيع العلم وتشجيع المعلمين الذين يعتبرون قدوة في مسيرة التعليم المرتبط بتنمية البلاد اقتصاديا ومعرفيا. يعني قرأت اليوم وسمعت أيضا حديثه مع التربويين والمعلمين، بالفعل يضع أسس أو يقدم أسس ونقاط بارزة ليسير عليها المعلم، واهتمام الدولة بالمعلمين من أجل رفعة البلاد أيضا عن طريق المعلم وعن طريق المدرس وعن طريق المدرسة التي تعتبر هي الأساس. لدي أنا في مقولة لصاحب السمو رئيس الدولة أنا أعتبرها استراتيجية لسياسة التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقول صاحب السمو رئيس الدولة سدد الله خطاه: إن الأسلوب الأمثل لبناء المجتمع يبدأ ببناء المواطن المتعلم، لأن العلم يؤدي إلى تحقيق المستوى المطلوب، وواجب كل مواطن هو العمل على تنمية قدراته ورفع مستواه العلمي ليشارك في بناء مسيرة الاتحاد. بالتأكيد. دكتور محمد سعيد القدسي، مستشار إعلامي ومحاضر، كل الشكر وسعدنا بتواجدك معنا اليوم في الصف الأخير. لي نقطة أخيرة. أيضا هناك الشيخ خليفة رحمه الله أيضا له مبادرة رائعة جدا جدا في مجال التعليم. لاحظ رحمه الله على أن هناك عزوف وابتعاد من المواطنين عن الانخراط في سلك التدريس. سأل لماذا؟ قال لأنه ليس هناك حوافز مالية. فورا رحمه الله أصدر قرار بإعطاء علاوة مالية لمن يلتحق بالتدريس كمعلم. الشيء الثاني أصدر مرسوم. نعم، ذلك نهج بجائزة خليفة التربوية. نعم، ذلك نهج قيادتنا. بالتأكيد. دكتور، كل الشكر اليوم على تواجدك معنا في السطر الأخير. تمام. يحكى أن قائدا تنبض له قلوب الشعوب حبا وتقديرا، رجل إنجازات ومهام جسام لا تحصى ومشاغل تجاوزت حدود الزمان والمكان من أجل الإنسان، اجتزأ من زمن مشاغله وقتا كي يرسم لفتة ليست ككل اللفتات. هل ننسى من كتب سطور العطاء؟ من علمنا حرفا؟ هل ننسى من رسم لنا معالم الطريق وأضاء شموع العلم من أجلنا؟ يومها ذهب القائد إلى منزل معلمه بذكريات وفية لعطاء السنين. كان المشهد هكذا: تكريم، إجلال، ثم طبع قبلة التقدير على الجبين. حديثنا هنا عن صاحب السمو رئيس الدولة، كيف لا يكون وهو من قال عن المعلمين يوما: هم يحملون الرسالة الأنبل ويضيئون بالعلم والمعرفة طريقنا نحو المستقبل. إلى اللقاء.